بسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحة لاباس؟ واش راكم مباركين؟ جيت اليوم باش نقدم معكم واحد الحليوه سميتها نورت الشمس. اولا عندنا ربع ديال الزبده على حراره المطبخ، عندي كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال العنبه، عندي جنجلان، عندي شويه الملح، بيسات الملح، عندي نص كاس تاع الزيت، عندي معلقه كبيره ديال النشا، عندي هاد الزلافه هادي، عندي هاد البسكوي طحنتو، وحده من البسكوي طحنتو، ها هو تا ولا بودر، عندي جوج بيضات كبار، عندي الكونفيتير ديال المشمش، وعندي الدقيق والفاني جوج. يلا نبداو على بركة الله. اولا الزبدة كنزيدو عليها سنيدة، بعد ما درنا الزبدة والسكر والفاني مليحة، غادي نديرو البسكوي، الدقيق على حسب، تنشوفو شحال يقد. نديرو مايزينا، الخميره ما درناهاش، مع درت البسكوي ما كنديرش الخميره في الصابلي، الا درت الخميره كتنفخ، وهاد الحليوه ما بغيتهاش يمشي لها الشكل ديالها. نخلطو حتى توقف العجينه ونجمعها، تكون رطبه ما تكونش قاسحه، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش. من بعد ما جمعنا العجينه وارتاحت، درتها في الثلاجه حتى تشدات راسها شويه، وهاني درت بلاستيكه من التحت، ودرت الكره ديال العجين، ودرت عليها بلاستيكه اخرى، وهاني طلقتها بالمدلك. ملي كنطلقوها غنقطعها بهاد السلافه هادي، ولكن ديرو بلاستيكه لتحت وبلاستيكه الفوق، توركو بالزلافه مزيان تطراس الزواقه، وتديرو لها هكا، تحرفو من الجناب بحال ما هكا، توركو وتعاود توركو من الجناب، توركو من الوسط وتعاود توركو من الجناب، هكا تبقاو غاديين تكملوا تطراسيو الزواقه، عاد توركوا عليها من الجنب، طراسيوها بحال ما هكا، توركوا عليها مزيان، عاد تدوروها هكا من الجنيبات باش تطراسي الزواقه، ومن بعد تنديروها في دوك الطاوات ديال الغريبه البهله، ونديروا فيها الكونفيتير والجنجلان، وكنديوها وندخلوها للفرن. وها الحلوه بعد ما طابت، ها هي كي جات غزاله نورت الشمس، حلوه ديال العيد، راقيه زوينه. يلا دعمونا البنات باللايكات وبالصحه والراحه، وعواشركم مبروكين.